أسوأ شيء يمر ممكن على الإنسان هو فقدان هذا الضوء والنور وهذه النعمة والعيش في الظلام الدامس. لذلك من ناحية المحافظة علينا واجبات نحن الآباء للحفاظ على هذه النعمة. بخصوص الأبناء علينا فحص الأبناء من عمر 3 إلى 4 سنوات لمرض كسل العين مثلا، فهذه الفترة هي أهم فترة لاكتشاف هذا المرض وعلاجه باحترافية وبدقة، والنتائج تكون مبهرة بإذن الله. بالنسبة لأغلب مرضانا هنا في القطيف المركزي وبالخصوص يعني بالعموم بالمملكة العربية السعودية 30% مرضى سكري، ومرض السكري يعمل مشاكل وتغييرات في العين ككل. عندي هنا بالنسبة للعين الجفون، في الجفون الجفون مرضى السكري تكون عندهم نسبة الإصابة بالالتهابات أكثر من غيرهم. بالنسبة للندوب القرنية في حالة حدوثها فإن الالتئام يحتاج إلى وقت أطول. هنا نرى العدسة، عدسة العين، وهنا من الداخل اللون هذا الأصفر يمثل الشبكية. بالنسبة للمرضى السكري يكونون معرضين للإصابة بالماء الأبيض أكثر من غيرهم، ويتطلبون إجراء عملية جراحية تستغرق ربع ساعة إلى نصف ساعة بإذن الله. هذه العملية الآن ممكن عندنا في مستشفى القطيف المركزي، ونحن مركز رئيسي لعلاج هذه الأمراض، نعالج المرضى من حدود الكويت شمالا إلى الجنوب الدمام، وبعض المرضى جونا من الأحساء كذلك. وكذلك مرض السكر يعمل مشاكل وتغييرات في شبكية العين، بالخصوص هنا المركز الرؤية، مركز الرؤية الشبكية، ويحصل تجمع للسوائل يحتاج إلى حقن للعين. هذه الحقن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم سعادة رئيس شبكة القطيف الصحية دكتور رياض الموسى تم توفير هذه الحقن لجميع المحتاجين هنا في منطقتنا بحمد الله، ونحن مركز رئيسي من مراكز التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية اللي في هذا العلاج. من الخدمات اللي نقدمها في مستشفى القطيف المركزي فحص العين، وقاء العين باستخدام الموجات الصوتية. هذا جهاز جديد، وهذا الجهاز الثاني جهاز لتحضير مرضى عمليات المائي الأبيض، قياس العدسة وقوة العدسة ونوع العدسة الموجودة، وهو دقته جدا ممتازة ما شاء الله. هذا الجهاز نوعا ما قديم، إن شاء الله الجهاز الجديد راح يجي في الطريق لفحص العصب البصري، الماء الأزرق، الماء الأبيض، ومرضى السكري. هذا أهم جهاز موجود عندنا، والحمد لله خدم عندنا أكثر من 10 سنوات، والجهاز القادم بإذن الله راح يوصل خلال الشهور الجاية.